زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة امرأة عربية عاشت في شبه الجزيرة العربية في القرن العاشر ما قبل الهجرة، أي أنها عاشت في العصر الجاهلي بالضبط في واحد المنطقة كانت كتسمى جو، وكانت كتنسمي القبيلة يطلق عليها اسم جوديس، وهي من القبائل البائدة بمعنى أنها انقرضت ولم تعد موجودة. شخصية زرقاء اليمامة هي شخصية معروفة بقوة البصر ديالها، ويقال أنها كانت كتشوف على مسيرة 3 أيام، بمعنى كانت كتشوف مسافة 120 كيلومتر بالمسافات الحالية ديالنا احنا دابا. كان الاسم ديالها زرقاء لأن كان عينيها زرقين، هذا لقب يطلق عليها. زرقاء اليمامة ذكرتها بزاف الكتب ديال التاريخ وتكلمات على هذه القوة الخارقة اللي كانت عندها في النظر، منهم العقد الفريد اللي كيقول تبصر الشعرة البيضاء في اللبن، بمعنى أنها كانت تشوف ديك الزغبة البيضاء في الحليب. كذلك سيبوي كان تكلم على ديك الحادثة ديال أنها قدرت تحسب واحد الحمام كان هبط واحد المنطقة بعيدة باش يشرب الماء، وفاش تأكدوا فعلا لقاو أن الحساب اللي عطت ليهم هو فعلا اللي كان، معنى أن شافتهم وقدرت تحسبهم من منطقة بعيدة، وهذا كيدل على ديك القوة البصر ديالها. القبيلة ديالها ملي فطنوا بديك قوة البصر ديالها غادي يستعنوا بها، غادي يستعنوا بها تولي تراقب لهم حدود القبيلة ديالهم، كتطلع لواحد بلاصة عالية وكتبدا تشوف إلى جاي شي واحد ولا هاجم عليهم شي عدو. ومن الطبيعي أنها إلى تخبرهم على مسيرة 3 أيام غادي يكونوا استعدوا مزيان. قبيلتها اللي اسمها جوديس في ديك الفترة كانت معروفة بواحد الصراع بينها وبين واحد القبيلة سميتها طسم. قبيلة طسم كان عندهم واحد الملك كيتسمى عمليق، وهذا عمليق كان معروف بالظلم ديالو لقبيلة جوديس، كان ديما كيتعدى عليهم وكان كيحقرهم، حتى أن في مرة من المرات واحد المرأة والزوج ديالها كانوا تفارقوا طالقوا وعندهم واحد الوليد، تخاصموا عن من غيبقى داك الوليد. اشنو غادي يوقع؟ غادي يمشيو يحتاكموا عند هاد عمليق باش يقول لهم هاد الولد عند من غادي يبقى، وفعلا غادي يمشيو عنده بجوج، كل واحد غادي يعطي الحجه ديالو، هي تقول انا رضعته، انا سهرت عليه، هو غيقول ليه انا عطيتها المهر ديالها وما خديت والو من غير هاد الوليد. الملك شنو غيحكم؟ غيشوف داك الوليد غيعجبو غيقول لهم هاد الولد ما ديالك ما ديالها، هاد الوليد غادي يبقى عندي انا في الخدم ديالي، غناخدو مع الغلمان ديالي. ديك المراه مسكينه غادي يبقى فيها الحال، هي جايه باش زعما يحكم لصالحها، غادي يصدق غادي يحكم بواحد الحكم ظالم، وغتخرج من عنده ديك المراه وغتقول واحد الابيات شعريه اللي كتعايروا فيها، كتقول في هذه الأبيات الشعرية أتينا أخا طسم ليحكم بيننا فأنفد حكما في الهزيلة ظالمة، لعمري لقد حكمت لا متورعا ولا كنت في من يبرم الحكم عالما، بمعنى أنك ما عمرك كنت شي حاكم عادل وما عمرك كنت عالم بأصول الحكم. هو ملي وصلوا هذا الكلام اللي قالت ما عجبوش الحال، وغيزيد يفرض ضدا فيها قوانين ظالمة أكثر من داك الشيء. شنو غادي يفرض عليهم؟ أنه من الحق ديالو يغتصب الفتيات ديال القبيلة ديالو، وهما مساكن مغلوبين على أمرهم ما يقدروش يهضروا. وداك الشيء اللي كان حتى مرة من المرات غادي يوصل الأمر عند واحد الفتاة للاسم ديالها عفيرة. عفيرة هادي الأخت ديال واحد من أسياد القبيلة اللي هو الأسود بنو عفار. هاد الفتاة هادي كترفض هاديك الواقعة
وغتجي القبيله ديالها وتبقى تغوت وتبقى تعايرهم وتقول لهم كيفاش نتوما رضيتوا بهذا الذل، كيفاش سمحتوا فينا، كيفاش خليتوا يدير فينا هذا الشيء. هذا ديك الساعه اخوها ما غاديش يصبر وغادي يقرر انه ينتقم للشرف ديال الاخت ديالو. شنو غادي يدير؟ غادي يدير واحد الحيله، غادي يعرضوا على الملك والجنود ديالو، غيديروا ليه واحد الوليمه في الصحراء، وغادي يخبيو السيوف ديالهم تحت الرمله. ملي غيكون الملك هو والجنود ديالو كياكلوا وملهيين في الاكل، هما غيهجموا عليهم وغادي يبداو يقتلوا فيهم. وفعلا هنا غادي تقتل داك الملك الظالم عمليق، وغادي تقتلوا الجنود ديالو كاملين الا واحد. واحد الاسم ديالو هو رياح بن مرة. رياح بن مرة غادي يهرب في اتجاه اليمن عند واحد الملك يسمى التبع اليماني. التبع اليماني كان صاحب هاد عمليق، وغادي يمشي هذاك وغيعاود ليه شنو وقع، راه صاحبك شنو وقع فيه شنو وقع فيه شنو وقع فيه. داك الملك غيقرر ينتقم لصاحبه وغيبغي يجي يهجم على قبيلة جوديس، لكن رياح بن مرة غادي ينبهو غيقول ليه راه عندهم واحد الفتاة كتشوف على بعد مسيرة 3 أيام. يقول لي دابا شنو الحل، شنو غنديرو؟ يقول لي غادي نمشيو وكل واحد فينا غيتخبى من ورا واحد من ورا شجرة باش يختلط عليها الأمر وما تعرفناش. وداكشي اللي كان، كل واحد من الجنود خدا شجرة وتخبى وراها وغادي يمشيو. وملي غادي يقربوا 3 أيام باش يوصلوا القبيلة، غتشوفهم فعلا زرقاء اليمامة. غترجع عند القوم ديالها وغتقول لهم راني كنشوف شجر كيتحرك في اتجاه القبيلة. القوم ديالها غيقولوا لها واقيلا راك خرفتي، صافي ما بقيتيش كتشوفي، وليتي كتعاودي غير الخرايف. غترجع المرة الثانية من بعد يومين وغتشوف وغتقول لهم داك الشجر راه ما بقى والو غيوصل لعندكم، وكذلك ما غاديش يتيقوها. هنا شنو غادي يوقع؟ غادي يهجم عليهم فعلا تبع اليماني وغادي يقتلهم كاملين وغادي يخلي هاد زرقاء. غيقول هاد زرقاء شنو شفتي في هاد 3 أيام؟ قالت لي راه شفت الشجر كيتحرك في اتجاه القبيلة ديالنا. وهنا غادي يعرف فعلا بأنها كتشوف وأن البصر ديالها قوي بزاف. غادي يعرض عليها أنها تخدم معاه. زرقاء شنو غيكون الجواب ديالها؟ غتقول لي أنا هاد العينين ما عندي ما ندير بهم، اللي غنشوف نشوف باش نشوف بهم واحد قتل القوم ديالي وقتل الأهل ديالي. وهنا شنو غيدير داك الملك؟ غادي يقتلع العينين ديالها، اقتلع العينين ديالها. وملي اقتلعهم كيلقى فيهم واحد المادة سوداء، وهنا غادي يكتشف أنها كانت كدير الكحل، ويقال أنها أول وحدة وضعت الكحل في عينيها، داكشي باش كان البصر ديالها قوي. زرقاء بعد ما اقتلعوا العينين ديالها غادي تموت، والمكان ديك المدينة ديالها اللي كانت كتسمى جو غتولي تسمى بالاسم ديالها اليمامة، وهذا الاسم اللي باقي حاضر لحد الآن. وغتكون هنا النهاية ديال هاد المرأة اللي خارقة، مرأة اللي كذلك من الشيم ديالها أنها وفية القوم ديالها. إذن هاد القصة العلم الحديث غادي يقول ما يمكنش تكون شي مرأة كتشوف على هاد المسافة هادي، إما أنها عرافة وإما أنها كانت كتشوف على مسيرة يوم وليلة، وهذا هو الحد الممكن اللي يقدر الإنسان يشوفه، أي على مسافة 80 كيلومتر، لأن الأرض كروية وكانت مسطحة ممكن يكون عندها شي قوة خارقة، ولكن الأرض كروية إذن الحدود ما غاديش يبانوا لها. إذن هادو الكلام ديال الناس اللي كيشكوا